السلام عليكم متابعي قناة جيوسبور، مرحبا بكم. ربما تعرف الأيام القليلة المقبلة مفاجأة مدوية من نادي ريال مدريد الإسباني في ملف التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان بي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الحالي. الحديث في الآونة الأخيرة كثر حول إمكانية تحرك الريال للتعاقد مع بامبي في نهاية الموسم المقبل بنهاية عقده مع النادي الباريسي في يونيو 2024، لكن صحيفة أصل إسبانية أفادت اليوم بأن هذا الأمر يمكن أن يتغير. الصحيفة المدريدية أوضحت أن ريال مدريد على استعداد لكسر خزائنه وتحطيم الأرقام القياسية في الميركاتو عبر التاريخ من أجل التعاقد مع بامبي هذا الصيف، على الرغم من إمكانية جلبه بشكل مجاني بعد موسم واحد. وأشارت أس إلى أن ريال مدريد قد يتحرك لضم بامبي رغم ترديد أنباء داخل سانتياغو برنابيو مفادها أن السوق الصيفي أصبح مغلقا بالنسبة لفلورنتينو بيريز ورجاله. بدوره أكد الصحفي الإسباني توماس غونزاليس أن بامبي يمكن أن ينضم للريال في يوليو المقبل، في الوقت الذي بدأت فيه أصوات داخل مجلس إدارة باريس تطالب ببيعه هذا الصيف بمقابل مالي قبل خسارته بشكل مجاني في الصيف القادم.